ميزة جديدة تم إضافتها في اليوتيوب، وهي دلوقتي في إصدار أولي محدود. يعني إيه إصدار أولي محدود؟ يعني موجودة في عدد محدود جدا من القنوات. الميزة دي اسمها ميزة مشاركة المقاطع. تعالوا مع بعض نتعرف على الميزة دي وإزاي نقدر نستخدمها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إيه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. زي ما قلنا في المقدمة، في ميزة جديدة تم إضافتها في عدد محدود من القنوات، ولا يمكن التقديم للاستفادة من هذه الميزة. يعني ما ينفعش انت تسجل في الميزة دي او تقول لهم انا عايز الميزة دي. هي الميزة هيتم تعميمها بشكل تدريجي في كل القنوات، ولكن هما كالعادة بيجربوا بعض المميزات في بعض القنوات المحدودة، وبعد كده بيعمموا التجربة وبيبدأوا يطوروا من الميزة او من التحديث اللي هما نزلوه. وباختصار شديد، الميزة دي هتتيح لك ان انت تعمل مشاركة لجزء صغير من فيديو موجود على اليوتيوب. يعني مثلا فيديو 10 دقايق، انت ممكن تعمل 5 ثواني بس، يعني تاخد 5 ثواني تقطعهم وتعمل لهم مشاركة على السوشيال ميديا، او تبعتهم ايميل لحد، او تاخد الرابط بعد ما عملت لهم مشاركة تبعته لحد بشكل مباشر وهكذا. تعالوا مع بعض نتعرف ايه هي الميزة دي من على جهاز الكمبيوتر ونطبقها بشكل عملي. اولا دي صفحة المساعدة بتاعت اليوتيوب، كاتب لك اهو ان هي بتتوفر في عدد محدود من القنوات، والميزة دي هتتيح ليك اختيار جزء صغير مقطع من فيديو خاص بمنشئ محتوى ومشاركته مع مستخدمين اخرين. المقطع ده من 5 ل60 ثانية، يعني انت هيتيح ليك استخدام اقل حاجة 5 ثواني واكتر حاجة 60 ثانية، وممكن تشارك المقطع دوت في السوشيال ميديا زي ما قلت لكم، او في الرسائل الالكترونية او الرسائل النصية. تمام؟ طيب الميزة ديت ما تقدرش تستخدمها في الفيديوهات المخصصة للأطفال، ما تقدرش تستخدمها في الفيديوهات اللي أكتر من 8 ساعات أو البث المباشر اللي أكتر من 8 ساعات، أو الفيديوهات اللي معمول لها عرض أول. يعني أثناء الفيديو ما هو معمول لعرض أول ما ينفعش تقطع جزء منه. وفي بعض يعني التوصيات بخصوص الميزة دي هسيب لكم الرابط في الوصف. دلوقتي احنا على قناة كرييتور انسايدر ومتفعل عليها الميزة دي. هندخل على اي فيديو من فيديوهات القناة دي، وعلى سبيل المثال الفيديو ده هنا هو شكل الميزة الجديدة، مكتوب اهو انشاء مقطع. هنبدأ نضغط هنا، وهي على فكرة متاحة لأجهزة الكمبيوتر وللموبايل، لكن الاي او اس يعني الأجهزة بتاعت الأبل والكلام ده لسه هيتم يعني تعميم الموضوع ده عليها بشكل تدريجي. هنا بمجرد ما احنا ضغطنا على انشاء مقطع بدأ يظهر معانا في الجنب اهو اضافة عنوان. يعني انت ممكن تضيف عنوان، ممكن اكتب هنا اهو تحديث جديد. هنا بيبدأ يحدد لك انت عايز انه جزء، يعني في شريط اهو يبدأ يحدد لك انت عايز انه جزء، وتبدأ تتحكم فيه زي ما انت عايز. اخرج دقيقة. تمام؟ انا مثلا عايز الجزء دوت اللي هو من الثانية 7 تمام لحد 35 اللي هو شوية دول، وبعد كده بتضغط على مشاركة مقطع. هيبدأ يجيب لك بعض الخيارات زي انت مثلا تنزله على تويتر على الفيسبوك، تاخد الرابط ده بشكل مباشر وتبدأ تبعته لحد، او على البريد الالكتروني فالاختيار ليك. لو ضغطنا على تويتر مثلا هيبدأ يجيب لك اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عملنا تغريد مثلا نزل اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبيبقى جنبيه علامة المقص. تمام؟ لو ضغطت على الرابط هيبدأ يوجهك بشكل مباشر على الجزء اللي تم اقتصاصه. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لحضراتكم، ولو عندكم اي استفسار او اي ملحوظة اكتبها لي في التعليقات، ما تبخلوش عنها باللايك الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.